مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا اليوم وكل ما لدي أيضا. كما أن لكل مشوار بداية ونهاية، فإن مشواري معكم في برنامج تركيا بعين عربية عبر شاشة القناة التاسعة قد انتهى. حاولت في هذا البرنامج أن أقدم أفضل ما لدي لنقل صورة تركيا للعالم العربي بأفضل صورة. تناولنا مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ينتهي اليوم مشواري معكم الذي دام 4 سنوات. كل ما أتمناه أني كنت ضيفا خفيفا في بيوتكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.